72، شوفوا شو صار فينا، اشتعال المنازل. الله اكبر عليك يا بشار، شوف الهاون شو عمل فينا. الله اكبر عليك يا بشار، دبابات تحاصر منطقه باب سبع والمريجي، نحن محاصرين، نحن محاصرين يا عرب. شوف شو عمل فينا هذا النظام المجري، شوف قصف الهاون بالبيوت، تحت الناس داخل البيوت، شوف المحلات والمنازل، هذا هو الهاون. من حاجز الفارابي يقصفون علينا بالهاون، منطقة النزهة منطقة الزهرة يقصفون علينا بالدبابات. ال 72 والهاون عشوائيا على المنازل، تنبيحة إيرانية تحاصر منطقة باب سبع والمريجي، عم يحاولوا دخول على حينا، عم يحاولوا دخول إلينا. شوفوا شو عمل فينا هذا النظام المجري، فين عندنا يا عرب؟ نحن بخرابي، نحن ما عايشين ببلد، نحن عايشين بخرابي، بمعركة حقيقية، نحن بمعركة حقيقية. شوفوا يا عرب يا رؤساء يا عرب، تعال شوف الدمار اللي حل فينا، خطر الهرم اللي صار فينا. الله اكبر عليك يا بشار، هذا مبنى فيه اهالي، فيه مدنيين عزل، فيه اطفال، فيه نساء، قصفت تحت رؤوسهم، قصفت تحت رؤوسهم. عندنا اليوم بباب سبع اكثر من 45 جريح، عندنا شهداء لحد الان ما اعطيناها، في عندنا جثث، والله عندنا جثث ما معروف وجهها، من اجريه مقصقصه، ايديها مقصقصه، ما بنعرف اسم مين، ما بنعرف اساميهم. شوف الدمار اللي حل فينا، هاي هي اصلاحاتك يا روسا، هذا هو القصف العشوائي. ايراني، شبيحه ايرانيه عم تدخل لعنا وتقصفنا من مسافه بعيده، بالهاوي، بالار بي جي، بالدبابات 73. نحن محاصرين في باب سبع والمريجي الان، نحن محاصرين بعدما قصفوا باب الدريب وجنب الجندلي وكم الزيتون والناسين وعشيري، استملكوا الشبيحه والامن، استملكوا الشبيحه والامن، قاعدين بقلبها ايراني ورافعين علم حزب الله. يا عرب يا مسلمين، شوفوا شو عم يساوي فينا هذا النظام المجري، هذا النظام الحاقي، دمر بيوتنا، لشرد اهالينا، ذبح اطفالنا، اغتصب نسائنا في الشوارع، لك حتى شبابنا اعدمت اعدام ميداني، عم يجمعوا شبابنا واطلقوا الرصاص عليهم. اين انتم يا عرب؟ اين انتم يا مسلمون؟ شوفوا شو ساووا فينا، خرابي صارت حمص، صارت حمص، خرابي دمار، نحن نقصف، نحن نباد، لك اين انتم يا عباد؟ اين انتم يا عرب؟ الله اكبر عليك يا بشار، هذا مبنى، لماذا قصف هذا المبنى؟ لماذا قصف؟ شو ذنب هاي المباني بقلب السكان؟ نحن مالنا، ما عندنا عساكر قاعدة ببيوت، نحن مالنا كتائب هون. الله اكبر عليك يا بشار، نحن مالنا قطع سكنية بحمص، هاي مناطق مأهولة للسكان، ليست مأهولة لعصابات الأسد، ليست مأهولة للنظام الفاسد لإجرام بشار.